السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بأخواله بني علي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشقواه ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم وسلم نورا يتلألأ سنا قبلة
قبره
الله الكريم بعرض شريف من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه.